هذا البرنامج ساخر، مع أن الواقع ما زال أشد سخرية لحد السماجة والبياخة، والحياة توقفت لدرجة أن السخرية نفسه رجعت تدول على العمل. أي شخص بيفتح لقفه ولا بيقول كيني ولا ميني نقول له وش 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 ولا نخص. اللي يبصر علي في السوق يهني الأهله، هكذا يقول المثل، وهذا حالنا مع الحوثي اليوم. اللي يشوف الحوثي في الحدود يهني الأهله، نازع ألغام وتكنيس وتنظيف، قالوا ما شاء الله ما شاء الله، يلقطوا حتى الشوك يا معين. جلسة كبسة واحدة فعلت الأفاهيل، لولا أن التحالف الإسلامي ما يقبلش انضمام الميليشيا والمعتوهين دول الحوثيين، ولا الحوثيين بيعلنوا من يرش المملكة بالماء بيرشوا بسليط القلقل. يقول لكم ما قابل وفد الحوثي كتيب الحق والعمرة وهم يقرؤوا قرحوا الضحك، سألوهم مالكم تضحكوا، قالوا وين كنا فاهمين الدنيا غلط، وانه بنحق بالبناضيق ومع ربي جهادي وحنشان الضماء، وانه طلع الحق لازم حتى نخلع السراويل. ايوه تخلع السراويل. كان المثل يقول حق ولقاط مسابح، الان لقاط الغام بس بدون حق. سألوا الشخوة ليشك تقلع الغام يا قائد الثورة، استوى في جلسته وبزغ وتنحنح وصاح، والله لو عثرت بغلة في الخوبة لخشيت أن تدغدغني مريم بقريرتها. يقول لكم تم الاحتفال بالذكرى الأولى للمناورة الحوثي على الحدود بس يدويا، أولها مناورة وآخرها لقاء. سنأوهم في الحدود هنقمة كذابة، سربوهم سراب الشهير، وفي الأخير ولعتها منها وقلبوا ظهر الحوثي وخلوه ينتفل الغام رضا ولا بالصميل. 7600 عنصر كلهم طحسوا أثناء الواجب الجهادي في 2 كيلومتر وصولنا إلى الخوبة. تكلفة زراعة الألغام في الحدود للغم الواحد 2 حوثيين يزرعوه ويرقعوه مصندقين، و3 يقلعوه هذه الأيام. للحين ذي حرب ولا باصرة؟ علموا حتى الأطفال زراعة الألغام، واليوم الشخوة بنفسه يغني جانيات العناقيد طاب النزوع طاب يا غير. مصادر ملاحم. مصادر محلية لوحظ خلال الأسبوع الأخير انتشار التهابات اللحقاو والمفاصل وعرق النساء في أوساط الجماعة، التبكية هو السبب. يقول لكم اتصل حوثي من الميدان للمشرف، يقول له يا مشرفنا هذا سلاك هذا اللغم غريب مش زي ما علمتونا، كيف نفعل به ما نقلعه؟ قال اسكا قرب دعسه. حوثي يسأل صاحبه في الحدود ليش الآن نخرق الألغام، قال له ما أدري يمكن موسمهم. بس ما أدري يا جماعة، السعودية تحاسب الحوثي على اللغم ولا باليومية؟ تلاقي السي في حق الحوثي كذا في جانب الخبرات، مبزغات في 2010، مع ربي جهادية في 2014، مبزغ ألغام في 2016. كان زمان تميز الحوثي كذا من بعيد من الريحة والكوت المخطط والقعبة، واليوم غير أي شيء، تعرفه من بعد 1000 متر تميزه بس بسهولة من البتاسة. صدق اللي قال من حفر حفرة لأخيه قال عافيها. الخلاصة الحوثي ده أكبر لغم في المنطقة، لازم تبقى داعس عليه وعلى خشمه، لو رخيت له رجلك قليل يقرح. يسعد لي أوقاتكم، لتعز ألف تعظيم سلام لمقاوميها وأطفالها ونسائها وصعاليكها الصابرين والصامدين حتى تحقيق النصر
وألف ألف تحية وألف ألف تهنئة بالنصر المبين والمستحق. صورني وأنا في المعبر بالرشاش والبازوكا، صورني مع المخلافي والأبطال والمبروكة. صراحة معاكم من البداية، وكل حلقة كنا نبدأها بأن الواقع عشت سخرية بكثير من أي محاولة وسخرية. اليوم مرت سنة على اشتعال الحرب في كل مكان، سنة تغيرت فيها مواقف وموازين وقوة بانت فيها مهازل، مهازل فوق الخيال بكثير. اليوم الحوثي يأكل كبسة، الحوثي يلحس قصة قرن الشيطان وينزع بيده الألغام اللي زرع على حدود الناس. هذا المهرج المتعطش للدم ما عاد خلى الشيء قلناه إلا وحققه كذا على الأرض مهزلة عيني عينك. ورغم هذا كان كثير من البقاق التابعين للمخلوع والمصروع الحوثي متنحين ومكابرين. قلنا لهم لفوا عيالكم، قالوا بالمزيط والمزيط. قلنا لهم البردقان امنعوه وظهر دال 34 في وثائق. قلنا لهم ايران باعت بس خلاص يكفي لا هنا، قالوا لا يمكن لا يمكن نشوف الفاتورة والبصيرة. قلنا لهم روسيا دي سمسار تدور زايد ناقص لا غير، قالوا بوتين من آل البيت. قلنا لهم للشخوة أعقول يكفي، طلع يتبرطع. نستعد أن نواجههم إلى يوم القيامة جيلا بعد جيل، إلى يوم القيامة جيلا بعد جيل، إلى يوم القيامة جيلا بعد جيل. وقامت قيامتك يا جني خلال شهر من هدرتك ذي، شهر لا غير، أسرع يوم قيامة في العالم. ونفر ابن فليتة إلى ظهران الجنوب، وراح اللي راح 7600 راس من أتباعك على أبواب الربوعة وهي مسافة رمية بحجر. واليوم أنت وأصحابك مبتسين فوق الحفر تقلعوا الغام. شل منه ناولو، شل منه ناولو، شل منه. استسلم الشخوة عبد الملك الحوثي للخارج وراح يأكل كبسة. لا عاد في عطوان ولا سموم إلا مدخل مدخل. لكم الكبسة والعيال القبائل ابتهج يا موت الكرجعي كذا. تواصلت فعاليات الحملة المليونية للتوقيع على وثيقة الشرف القبلية في مختلف محافظات الجمهورية والتي تهدف لتوحيد الصف. ايوة صح، وثيقة الشرف القبلية كيف زاد وقع بها؟ لحستوها؟ مكنتم خلق الله ابصم ولا انت عميل، وقع وانت مرتزق، ابترع ولا صورتك مع سلمان، وقعوا بصموا ابترعوا تبرعوا نفروا، قابوا الكباش قابوا القراش، مروطوا النسوان السلوس والاخراس ولا من وسط السماطه حق قاعد الثوره السيد الشخوه عليه السلام. لفلفتوا القلافد وبعتوا لهم خيارات استراتيجية. والآن كيف؟ من الذي خالف وثيقة الشرف القبلية في التصدي للعطوان؟ كيف يا مشايخ؟ كيف يا قبائل؟ كيف يا مكالف؟ طلعت اللقية فحم ورتبوا أوضاعهم، مساعدات و220 طن وأمور، وانتوا لكم هذه تزحر. ابتهج يا موت، ابتهج يا موت، ابتهج يا موت، ابتهج يا موت. كتب الله أجركم، قرب الصحن الكبسة يا ليل. فاصل ونعود. مرحبا بكم، ما بوشي الدنيا سلامات، نشتي دحين نسود دحين بين القاوقات، فانهم يسترعون قاوقس وورستار. قاوق قال ان الجهاد واجب وان من يخالف سيده الشخوة كفار،
وانه يشتي 10,000 مقاتل من كل محافظة اللي عياله يبنوا عماير. وقاوق ثاني كيوت معهم عماير ملان قال لا 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 لا، السلام حلو كويس خاصة مع السعودية وصلح الحديبية ومش عارف ايش، وحتى لو السعودية ناولتهم قبيض فأمرهم إلى الله. وما زالت اللعبة في مرحلتها الأولى وإحنا نتفرج ولا نخس. صراع وخبيث ثاني، بس هذه المرة بين مبنطلي الميليشيا المجاهد الضرغام اللي لا رقد ولا قام محمد المقالح يعترض على طلب سيدو للتفاوض مع السعودية. عندما قال السيد القائد حسن نصر الله بأن الشعب اليمني لن يهزم، كان يتحدث عن الشعب اليمني ولم يكن يتحدث عن المفاوضين من الشعب اليمني والذين يمكن أن يخسروا شعبهم نصرا مؤكدا بخبالتهم وقلة وعيهم بمخاطر ما يقومون به. قام طلع له حميد رزق من المسيرة بطح به الأرض بطن وظهر. هذا الذي لبس ثوب الدماء الشهداء هو راقد رجل فوق رجل جماع، بل والبعض محرض من قال لا قنا، لو يسمع ان ابني يفكر غادي يخرج للحارة يتحمل بندق لا 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 لا, لا, لا يفعل عمل. هذا دماء الشهداء جبهة الحدود. قامت حمية الامور عند المجاهد المغوار المقالح، خاصة لما ذكر عياله ورد بالصارم البتار ومن وسط جبهة باقل مباشرة، وأحمد سيف حاشد هاشم حاوش يتقابضوا لا 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 أعصابك وهو أبداً. وكتبت 50 مقال وعشرات المنشورات عن نقطة تفوقنا في الحدود على المعتدين القتلة، وتشتيني اليوم أقول تمام إنكم وقفتموها مقابل استمرار قصف السعودية لنا في بقية المحافظات. قل قدو جنان عاد شي عقل ولا يدي الله. وحميد رزق ما عاد صبرش وطلع المقسمة صلي وفيني وقعك يا مقالح. لا يجي واحد مشعب يقول لي وقفت والحدود، ما دخلك؟ من أنت؟ من يقول لك ماذا قدمت؟ وما دام الموضوع وصل إلى عند ما قد قدمت والقصة فيها فلوس، رجع المقالح جماع دومان وقام يصلح غلطته. السعودية تزرع ملايين الألغام الفردية المحرمة دوليا على مساحة واسعة في عمق الأراضي السعودية لمنع تقدم الجيش واللجان الشعبية، ورجال الله يتخطون المستحيل ويفككون مئات الآلاف من الألغام الفردية في طريق تقدمهم نحو النصر المبين. دعا يا مقالح في طريق الكبسة قال طريق النصر المبين. أسراح قال لا قشمي معاهم. عموما اللبيق قائم بين الميليشيا فرع القرف وفرع الطيرمانة، والمثل يقول لا تضاربت الرباح وبع على قربتك. إنما من يفهم لنا بعض القبائل الدفية قال زين يحلبوهم اليوم قديس هنا سدوا ولا ما سدوش أدفع يا قبيلي. وعلى كل القبائل استشعار المسؤولية تجاه الأرض والعرض بتقديم الأموال وفرسان القتال. أما النصر فلا محالة قادم، ولكن التاريخ لم ولن يرحم، وصفحات البطولة لن تستحضر في صدورها غير من مد الجبهات بماله وعمد مدده بدمه. على القبائل أن تدفع فلوس ودم، ألا ليش خلقهم الله؟ وفوق هذا أقنعوهم أن الاقتصاد السعودي خلاص منتهي وباقي قليل ويعلنوا الإفلاس. ذا الحين السعودية بتعلن الإفلاس قبل بني مطر. جنان. والظريف أنهم يستلموا 220 طن مساعدات لصحراء فقط لهفوها باسم الناس هناك من السعودية اللي اقتصادها قال لا إيش منهار. يا أخي مساعدات منهارة، ولا بنقول الله كما قال الشاعر هذا. بفضل حرف الضاء وطاء سين ميم ذي الحافظة بانورد الحوضة نشرب مع المختار من صافي حظاء. شعوذة حتى في الشعر. يا جماعة اللي فهم حاجة يرسل لي حقتين بردوغان بحق ضاء طاء سين خاء نون لام ألف دبليو إكس واي زد. طبعاً الوضع الشرخ تماماً بين حلف للإنقلاب لدرجة إنه صعب ترميمه، بس قاعدين يرقعوه لعله وعسى. باعوك يا مخلوع بصحن كبسة
وصدقت انك الاب الروحي لهم. رجع الصماد يخلف لولو ويسالك باسمه. مبروك يا صماد وجنة العافية، وعادكم بتسموه سلمان وسلطان وتركي قريبا، والايام بيننا. وابشر بحق السماعية من عفاش قريبا، بس يمكن من الحوش، الحوش ملان. انسى الحوش. عادك بخير؟ ما رضيش المخلوع نتقاعد، وافق للبخيتية ما انا ماشي. مش قلنا بتبطل تتقارح بالاحواش؟ رجعت لي تتقارح اخر مرة في اذان. من قال لك؟ الا انا داري. والامارة تعفرت الامور بحوش الكردي هذه المرة. اصلا ولا اصلا ولا فصلا، انت حوش اهبل ما عندكش كلمة، ومنك تخرج كل بلاوي المخلوع يا اخي. وش ولا نخس. يا اتوكيو بالله ممكن كده تقرب لي السكريبت كده قليل عشان يا ساتر يا ساتر. معك شهيد مسعد مصلح حمود. طلع الشاص، طلع الشاص حمود، طلع الشاص. عرفتك يا مدبر. يا اخي ايش من رنات معك انت؟ ايش ده يا رماية يا قصف؟ كان عاد ما عاد معي الله يا اخي حبة تستاهل، ما بترضاش تجاوب لي اسبوعين ادورك. يا اخي انا ليس انا ادوركم انا واحذركم، لكن حذر لك بهايم ما تسمعوش الكلام وعادكم بخير ترجعوا تتهابلوا من فوق الكامبات. ما فعلت لي في الموضوع من اللقانة. يا أخي ما فعلوا، فعلوا فعلوا لكم كثير. ما فعلوا؟ فعلوا صحن كبسة على كيف كيفك. أيا كبسة يا جني بين أقول لك ما فعلت لي. اتصلت لأخيد وقل لي رحلة. اتصلت وطلع بخير ما له شيء، في الحدود موجود. في الحدود؟ يعني في الجبهة؟ لا لا ما عادت جبهة قد هلا بتاسة، وهو هنا جالس يبزغ. ايش يبزغ؟ من اي به قاعد في الحدود يبزغ؟ الغام، شفت اللي كان تزرعوهن؟ ايوه انا اقرح راسي وعاد ما دفنت اثنين الغام. ما قال لي ابو صالح الله لا وفقك قال بتروح وتعوصوا وبعدين. خلاص خلاص خلاص، حفظنا حفظنا قصتك، حفظنا قصتك. المهم للحين اخوك يقلعهم. طيش يدلعهن يخليهن للعطوان. ما عادوش عطوان قد هلا كبسة. يعني عيش؟ يعني اديت راسك طيسي فيسي. يا خبير يا خبير قل بغيرها، ناهي وامي وبي كيف ما قالوا ولا قالوا شي. وقع لهم الا تنكة تمر فاخر من حق السعودية، وعلقوا صورتك. وهي انا مضايق، انا مضايق. وين جا الصمود؟ بيقلع الغام هو الكل. يا داعشي يا داعشي خيرت الله عليك، لا تكذب علي. قلدك الله، ما حد يكذب على اموات، عيب عليك. وليش يا خبير قلعوا الغام من الحدود ليش؟ خلاص يا اخي كفي، قودهم للي داخل واللي خارج، كلهم فقدوهم. روسيا انسحبت من سوريا، وحزب الله انسحب من سوريا. وايران ركبتهم موتور مقلوب. وتعز تحررت. تحررت تعز؟ ايوه تحررت. قلبي قلبي قلبي. ايوه ايوه قلبي 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 يحب الهواء. يعني من صدق دي المرة طحس ولا بترجع لي ببازوكا؟ ولا عليكم رحمة يا رجال. شوفوا حضرم يا ليل. مساء الخير يا كرم، انت والحلوين اللي جالسين عندك، وبرضو الحلوين اللي جالسين يتابعون. نحن نحييكم من حضرموت الخير، ونرحب بكم في فقرة تردد حضرمي من برنامج شش ولا نخس. التعليقات اللي وصلت انه يقولوا لي ليه تقول ولا نخس، حبينا نوضح انه نحن في ساحل حضرموت نقول كده ولا نخس، في الوادي يقولون ولا نخس. برضو البرنامج كله موجود شخصين، واحد يقول ولا نخس والتاني يقول ولا نخس.
اللي بغيتوا يشلوه قالوا انه تعز تحررت ونحن بنقول الف مبروك، مع انه الخطوه دي تاخرت واجد واجد، لكن ان شاء الله الناس يعيشون حياتهم ويرجعون بيوتهم ويعيشون بامان. في الايام الماضيه في حاجات حصلت غريبه، اللي هو الجماعه نحن نعرفهم ما يسمعون كلام حد، سمعوا كلام السعوديه. غريبه والله، الايام تلف وتدور بس ما توقعتها تكون كذا. يشعر بالاستغراب، بيني وبينكم الموضوع يحتاج له غمزه بس انا ما بغمز، الحرمه تغار. الان الجماعه سمعوا كلام السعوديه، لازم ينفذون خطوات على ارض الواقع. اول خطوه قاموا بها اللي هو شلوا الالغام في الحدود بين اليمن والسعوديه ورجعوها لليمن، وياخذ قلبها مكان ثاني ليه جايبها عندنا. ما دام انكم سمعتوا كلام الغير، تمنيتكم انكم تسمعون كلام الزوج اللي قتلتوا زوجها وكلام الاطفال اللي قتلتوا ابوهم، لكن الكبسة غرتكم وروحتوا، ومهو انتوا لوحدكم، كل الاحزاب السياسية اللي في بلادنا راحوا قد الكبسة، وفوق ده كله عادها تبعدكم الحكومة، هيا مسكوها مني. ولا نخص. الخطوة الثانية اللي سووها الجماعة اللي هو يدعون لدعوات سلام، وين دعوات سلام معكم انتوا؟ بعدها مع التخزينة ما بتضبط. الحاجة الثانية اللي هو يدعون لدعوات سلام من هنا وفي نفسهم يقولون بغانا بنقاتلكم لما نخلصكم، بعدين الجماعة لو سووا لهم هدنة 5 ثواني بس ويقتلون لك أكثر من واحد، عشان كده ماش ينفع معهم. طيب قليل سلام، الشعب ده محتاج انه ينام ويقوم ويحص الوجاه غير وجاهكم. أنا ما عادش معي كلام غير انه نقولكم ولا نخص.